أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، السلام عليكم وصباح الفل عليكم جميعا. أنا حبيت أطلع لكم النهاردة وعايز أتكلم عشان في ناس بتسأل كتير على كتاب الـ MCQ والأنسرز بتاعته. اللي متابعني واللي متابع الجروب وشرحي أنا هيعرف إن أنا ليا أسلوب معين وليا طريقة معينة في الشرح وطريقة معينة كمان في عرض الأسئلة. فكرة إن أنا أديك المعلومة وأنت تبتدي تدور عليه. يمكن في بعض الزملاء مش مهتم قوي على أساس إن هو بالذات في الأندرولوجي بيخش يمتحن على طول ومش فارق معاه بقى الكلام اللي أنا بقوله ده هو، لكن ده أسلوبي ودي طريقتي، يمكن في البعض ما بيستريحش ليه. ولكن تسهيلا على الزملاء، انا برضو مش للدرجه دي، ولكن لو بصينا على كتاب الاندرولوجي اللي هو الام اس كيو هنلاقي ان الكتاب متقسم الى شباترز، والشباتر دول كل شابتر بيعني يقابله شابتر في الكتاب التكست الاصلي، والجمل كمان نفسها متالفه كامله من الكتاب بترتيب الكتاب، يعني حتى بترتيب الصفحات. بمعنى ان مثلا اول كام سؤال هتلاقيه في اول سؤالين مثلا في اول صفحه، الثلاث اسئله اللي بعد كده في الصفحه الثانيه، وهكذا لغايه ما نوصل لاخر الكتاب. يمكن هنلاقي بعض الجمل ادفانسد شويه في النص، والجمل الادفانسد في النص دي ما هو انا لازم برضو اخلي عندك ملكه التفكير، فبالتالي هتلاقي دي حاجات ابديتد شويه مش موجوده. يمكن اجاباتها مش موجوده في الكتاب، ولكن عشان اي ازود ملكه التفكير عندك. وطبعا ارحب باي حد لو في اي مشكله عنده في جمله مش واصله له معناها او مش عارف يجاوبها، حتى مش عارف يطلعها من الكتاب، نقعد نبص عليها ونشوفها ونناقشها على الجروب وليس على الخاص ولا أي حاجة، لأني الواحد تعب بصراحة، فبالتالي ممكن نتناقش فيها على نقطة أخيرة قبل ما أخلص الكتاب. الحمد لله ربنا قدرني ومؤلف حوالي ما لا يقل عن 3700 جملة. تمام، الكتاب نازل فيه حوالي 1000 جملة أو 1010 جملة. إذن هناك ما لا يقل عن 2500 جملة لا زالوا موجودين، ولكن بنفس المعنى عشان بس ما نبقاش خايفين. أرجع وأقول إن الكتاب زي ما قلت لحضراتكم هنبص على الام سي كيو ونرجع تاني دي التكست هنلاقي الإجابات بترتيبتها. وأخيرا وللمرة الثانية بقول لحضراتكم لو في أي حد عنده مشكلة ما في جملة مش عارف يوصل لإجابتها أو مش عارف يوصل لمعناها، ممكن يشيرها على الجروب بتاع الأندرولوجي أند سكسولوجي سبوت لايتس ونبتدي نتناقش فيها ونشوف إجابتها ليه اخترنا الإجابة دي أو ما اخترناش الإجابة دي، وأتمنى المشاركة من الكل. وشكرا لحضراتكم جميعا وأراكم بخير، ولو أي حد عنده أي استفسار نتناقش مع بعض وصباح الفل.